عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم معي ضيفتي ألفة، ما عادش ضيفة هي وليت الدار. بمناسبة المولد خممنا باش نعملوا عسيدة هيلثي، عسيدة نتاع بوفري واخترنا. مي نجمو نعملوا روعة عسيدة زقوق، معناتها كيف كيف يعني كنا نجمو نختاروا يا زقوق ويا بوفري، اثنين هيلثي واثنين منصوص بيه. معناتها أي نوع نتاع المكسرات ولا لي غرين. احنا اليوم خممنا بور لي بيرسون سيل واللي ما يحبوش معناتها ياكلوا حاجه تمرضهم، خممنا في اللي ما يحبش يسمن، خممنا في الديابيتيك اللي ينجم يكون محروم من الحاجات هذوما. دونك تو نوز انغريديون سون هيلثي اي 100%. وكيما وكيما باش تشوفوا زادا اللي الغوسيت ساهله على الاخر بيان سور، هذه اللي انا كنت نتصورها اصعب. لا فيغيتي هي انا خدت لي فيرسيون الكل وحاولت نعمل اسهل لا فيرسيون لا بلو رابيد، وما تستحقش برشا معون وما تستحقش برشا وقت بور انكوراجي لي جون ا توجور فابريكي معناتها دي غوسيت ميزون، باش معناتها نبعدوا من الشريان والحاجات الحاضره ما تعرفش فيهم كميات السكر وشنو المواد اللي فيها. دونك باش الانسان يقعد ديما محافظ على صحته يحضر كل شيء في الدار. وغراس ا توا ألفة اليوم وريتنا لي لاسيدا سي اسي رابيد، اون بو لا بريباري معناتها الكل في الكل اي كومبري ديكوراسيون تاعها في ميم با ساعه. دونك الوغ بمناسبة المولد بيان سور، مي اون بو اوسي لا فيغ كوم ان ديسير لوسكو اون ديز انفيتي، ولا في رمضان برشا عباد يحبوا في رمضان قالت كيف هكا. باهي للعصيدة باش نسحقو 250 غرام بات متاع نوازيت، تنجمو تاخذوها كيف من هكا مرحية، وإلا تنجمو تاخذو نوازيت كعب تحمروها وترحيوها وحدكم لين تولي كيف من هكا. لازمنا زادا اون بواط دو لي كونسونطري سون سكر، كيف ما تشوفو التكستور نتاعو ليكيد أكثر من لي كونسونطري اللي يبدا فيه سكر، السكر هو اللي يخليه عقد. يلزمنا لي كونسونطري من غير سكر باش تكون غوسيت هيلثي. وبالنسبه للفرينه باش نستعملو هذه فرينه نتاع قمح، فرين انتغرال تيب 150، وباش ناخذو 100 غرام. باش نحليو العصيده نتاعنا بالفركتوز، وعلى خاطر الفركتوز يحلي اكثر من السكر الابيض باش نستعملو كان 100 غرام اكاها. وباش نسحقو زاده نص ايترا ماء وشويه عطر شيه باش نحطوها في الاخر بالكل. باش نحطو كل شيء في ميكسر. اول حاجه باش نعملوها باش نحطو النوازيت، فكركم الكونتيتي 250 غرام. باش نزيدوها نص ايترا ماء، توا باش نزيدوها الحليب بالكونسنتري اللي من غير سكر، البواط فيها 410 غرامات هكاكا. تاو باش نزيدو الفرينة نتاعنا 100 غرام فرين انتغرال، باش نزيدو 100 غرام فركتوز، و باش نخلطو كل شيء لمدة 3-4 دقائق. تاو باش ناخذو الخليط نتاعنا نحطوه في الكسرونة اللي باش نطيبو فيها ونحطوه على نار هادية. شفتوا كي نخلطوا لي زانغريديون نتاعنا الكل بالكدا في الميكسور جينا تكستور طياره على الاخر. ويلزمنا ديما نخلطوا العصيده نتاعنا باش ما تكعبرش. كيما شفتوا اللون نتاع العصيده اغمق بالكدا وبدات تعقاد. توا باش نحطوا شويه عطر شيه، حكيت مغرفتين كبار نتاع ماكله. من هكا نكملو نخلطو بالكدا تو باش نزيدها دقيقتين 3 دقائق ونطفي عليها. باي ذا واي الدوري نتاع التطيب شد حكايه 20 مينوت ماكسيما، وديما عينكم ميزانكم تبعو تشوفوها لين تولي التكستور نتاعها كيف من هكا. سي با العصيده نتاعنا حضرت، سي با العصيده نتاعنا حضرت هكا التكستور نتاعها. نحطوها تو في ديكوب ونخليوها تبرد لو طون حضرنا الكريم باتيسير نتاعنا. توا كيف ما شفتوا خلطت العظمه والفركتوز بالكدا بالكدا، حطينا عظمه و20 غرام فركتوز. توا باش نزيد الحليب، اخترنا حليب اونتي خاطر كريم ماذا بيا تبدا هكا كريموس.
باش نحط ابوبري حكيت اطرا ربع باش نخلط مره اخرى بالقدي بالقدي. مازلت ما شعلتش النار راهو حاضر كل شيء قبل ما نشعل النار. توا شعلت النار بالطبيعة ما تحطوش نار قوية سينا باش تكعبر. والانغريديان اللي باش يخلي لنا هذا الكل كريمو هو الفرينة. لي روسيت العاديين يستعملوا نشي اما نشي كيف ما نعرفوا يطلع الاندكس غليسيميك دونك باش نعوضوه بالفرين انتغرال اللي هي هذيا باش نزيدوها كيف من هكا. وتوا بالحق يزلنا نخلطوا بالقديم كيف ما تشوفوا هيك الكريم تاعنا بدات تيب يزمكم ديما ديما تحركوا كيما تشوفوا التكستور نتاعها بدات تعقد نجم تخليوها كيف من هكا ولا اذا كنت تحبوا تزيدوا شويه عطر شيه كيف ما نعملوا احنا. تاو طفينا تاو عليها النار وتوا باش نحطوها فوق نزينوا بها العصيده فوالا دونك حطينا العصيده نتاعنا في ديكوب كيف من هكا طلعت ياسر محلاها التكستور نتاعها باهيه ماهيش عقده ياسر وماهيش جاريه برشا. توا باش ناخذوا لا كريم باتيسيير اللي حضرناها وباش نحطوها فوق العصيده كيف من هكا. كي تعبيو العصيده ما تعبيوش الكوب برشا دونك توا العصيده والكريمه شدوا براستهم. مازلت لنا كاين ديكوراسيون باش نقولك في الغسيل. برافو الفا يعطيك الصحه سي غراس توا كنا بو رياليزي سا ما عديناش اكثر من ساعه مع بعضنا ايسايي ترحات وطابت وتحطت في بقعتها وانا باش نزينوها فريمون سي جينيال سا بري ا بو بري 3 كارد اور ما تفوتش ساعه اي سي بور سا اللي احنا ديما ننصحوا الناس باش ياكلوا الماكله اللي حضروها في الدار ما فماش ما ابن منها تعرف الكومبوزونت كلهم تاعها وما فماش ما انظف منها اي ما انت بور لا سانتي بيان ايفيدامون بي للتزيين باش نستعملوا الفاكهه اللي وريتها لكم من الاولى عندنا بيستاش كعب بيستاش مرحي شويه نوا شويه نوازيت مرحيه شويه نوازيت كعب شويه بندق وكل شيء باش نعملوا كوكتيل باش نحاول نتفنن في الديكوراسيون نحاول بي انا هاني بديت نزين باش قالك نعمل كونكور انت تعمل صحفه وانا نعمل صحفه فوالا ونشوفوا شكون اللي ازين مع العلم هو معناتها مع العلم اللي انت هو اللي حضرت كل شيء اي العصيده هي انا حضرتها متاع الديكوراسيون داكور جو بارتيسيبي على ديكوراسيون لي كومونتير شكون جو بارتيسيبي على ديكو داكور احنا كملنا زين العصيدات نتاعنا هذي عصيتي انا هذي عصيتك انت حبيت نقربها باش تشوفوا بالقدا شوفوا هيك عصيده النوازيت كيفاش جاي لونها اي ان شاء الله تعجبهم لا ريسيت جو بونس كو وي اختارنا لي دوزاج اللي احنا ريناهم مناسبين يعني شغل الفارين باش نخليكم كل شيء في الديسكريبشن بوكس كل شيء بالجرام معناها تبعوها كيف تبعوها على خاطر تجي بارفيت وما تنسيوش استنيونا الجمعه الجايه في روسيت جديده محضرين لكم حاجات تري سامباتيك زاده وتري كورت وسهلين وبنان وهيلثي نشوفكم الجمعه الجايه باي باي.